أيضا يا أخوان لا يخفى على الجميع أنه للأسف مجلس الإدارة بما أنه منحل يعني قانونيا هو يعتبر مجلس إدارة منحل بقوة القانون، للأسف مجلس الإدارة ما زالوا يقومون بأعمال تخل بمصالح الجمعية العمومية وتخل بمصالح المنطقة بشكل عام، يعني منها بعض القرارات الصادرة منهم بشطب أعضاء الجمعية العمومية، شطب اللجنة الانتخابية، الآن يقومون بعمل يعني شطب لبعض أعضاء الجمعية العمومية وإعطائها ديمومة بأعمال تعتبر غير قانونية وأعمال غير أخلاقية أيضا، وهذا كله يعني للأسف بتواطؤ الهيئة العامة للشباب. وحنا يعني الإخوان أعضاء الجمعية العمومية وممثلة باللجنة الانتخابية وغيرهم قاموا بتوجيه عدة كتب للهيئة العامة للشباب، وللأسف ما في أي ردود، وهذا يولد عندنا أن في أسباب كثيرة تجعل الهيئة العامة للشباب تتواطأ مع مجلس الإدارة، يعني في أسباب كثيرة، وللأسف حنا يعني بوجود الوزارة السابقة تحرينا وجدنا أنه فيه يعني من مجلس الإدارة قاموا بإرسال كتب للهيئة وتواطأ الهيئة للأسف معاهم يعني بعمل استثمارات جديدة بنادي الجهرة تتعلق بمساحات حوالي 8000 متر ومبالغها تصل حوالي يعني عشرات الملايين، يمكن حوالي 50 مليون دينار، وللأسف هذا يعني أشياء توحي لنا السبب الرئيسي وراء تواطؤ الهيئة مع نادي الجهرة الرياضي. الكل يعلم يعني هنالك قوانين الكل يعلم فيها أنها لابد من تنفيذها، ما هو السبب الرئيسي بالهيئة العامة للرياضة بعدم تنفيذ القوانين؟ هل هو السبب الاستثمارات هذه وإعطاء ديمومة مجلس الإدارة هذا حتى يتم تنفيذ الاستثمارات هذه؟ هل هنالك أشياء تخفى علينا إحنا كجمعية عمومية؟ كل هذه الأشياء هي التي يعني جعلتنا نقوم بهذا المؤتمر وإيضاحه للرأي العام،